شحال شحال هذاك الثمن هذا؟ هذاك 5000 درهم. بالنسبة للمنتجات اللي عندنا هنا فعندنا الأغنام على بجميع الأشكال ديالها، فعندنا السردي كبير متوسط وسردي ملكي وسردي صغير. بالنسبة للبرقي عندنا البرقي كبير كذلك والبرقي متوسط والبرقي صغير، عندنا الخروفة وعندنا حتى الجدي البلدي. وبالنسبة لهاد المزرعة فيها غير المنتوج المحلي. بالنسبة للأثمنة اللي عندنا في المزرعة كتراوح ما بين 2500 درهم حتى 7000 درهم. بالنسبة لهاد الغلاء فهو كيف ما كيعرف الجميع فهو فالعالم كامل كيعرف هاد المسألة هذه، وتوالي سنوات الجفاف اللي مرات بالبلاد ديالنا وكذلك غلاء الاعلاف، فهذا كيخلي الاسعار كتعرف واحد الفارق بسيط في الاثمان. الاسباب اللي قلنا راه غتعرف واحد التاثير، وماشي غير في الماشيه، في جميع المواد الغذائيه اللي كيستهلك الانسان فهي راه كتعرف واحد النوع من ارتفاع الاسعار. فاحنا الحمد لله هذه سنوات ما كنحاول حنا كنعتمدوا على المنتوج المحلي، لان المنتوج المحلي عنده اقبال كبير، ويا ربي غير نتكافوا مع هذا المنتوج المحلي ديالنا بالاحرى. باش وفي هدف فيه مساله انه كنشجعوا ان كننميوا المنتوج ديالنا، فحنا اولى باش نزيدوا بلادنا لقدام ماشي بلاد الغيره. ما عمري ما شريت انا السلعه ديال الصبلي، لان كنفضل المنتوج ديال البلاد ديالنا، حيت ان الجوده ديالنا وبلادنا نشجعوا بلادنا احسن. كل عام وانا كنتقدم هذه المزرعه ديال الخير لان كاينه فيها الجوده وكنرتاح ليها، حتى هو المضمون. اثمنه مناسبه تقريبا لي انا مناسبه. اي واحد كيفضل المنتوج ديال البلاد، لان عارف اشنو واكل وعارف عاوتاني الاصل ديالو، هادشي اللي كاين. وحتى الانواع عاوتاني مختلفين، راه كاين هنا السردي، كاين البرقي، كاين سميتو، ماشي بحال المونيروس ولا اللي كيجيو الانواع اللي كيجيو من برا. الحاجه اللي مهمه هو العلف، العلف طبيعي، كاين الفول، الضرا، الشعير، هاد الغلاء عادي، لان كان الجفاف كيكون شويه الحبوب قليله، التبن غالي حيت ما كاينش كان الجفاف كما قلت لك، تابع الجفاف. ومن كيجي الوقت ديال عيد الاضحى كلشي الناس تيقلبوا على الحوري، ما يمكنش الناس ما يعيدوش. هادشي اللي كاين الوليدات، كاين العائله كتبغي تفرحهم، وكنتمنى الله يعاون الجميع. هادشي اللي كاين.